ازيك يا نجار؟ ازيك يا نجار؟ بعد الفترة دي كلها ازيك يا نجار؟ حتى ما قلتهاليش لما جبت الشبكة بتاعتي، فاكر؟ اديني قلتها لك. حضرتك هتروح يا بابا؟ وانت معايا؟ لا حضرتك روح وانا هاجي بكرة. مش هتنقل من هنا لو انت معايا. هتستنى؟ هستنى. بس هستنى فين بس يا ربي؟ وانت تستنى ليه؟ كلميه يا نجار. انا جايبه مخصوص عشان تكلميه، ما دام مش عاوز يسمع كلامي. احمد تعالى نطلع نتكلم فوق يا احمد. انا محتاجة اسمعك وتسمعني. يلا عشان خاطري. اتفضل يا انكل. معلش يا بنتي عارفين انا. من فضلك يا انكل، ده بيتي وبيت ماما. وحضرتك تشرف اي بيت في الدنيا تدخله. اتفضل. يلا يا احمد. طب يا بابا اقفل العربيه عشان شنطتي جوه. اقعد يا احمد. ايه؟ انت مش عايز تشرب معايا حاجه انا وبابا؟ بلاش يا سيدي. تشرب انت ونجار. نجار هاتي حاجه ساقعه. حاضر يا ماما. اهلا يا احمد. تقول حاجه؟ انا اللي هقول لو سمحت. اسمع يا احمد، تحب اتكلم معاك ولا بلاش؟ اتفضلي. انا كنت عايزه منك حاجه واحده بس. كنت عايزاك تكمل تعليمك وتاخد شهادتك، ونجار كمان تاخد شهادتها. ساعتها لما تتقدم تطلب ايدها مفيش مخلوق في الدنيا ممكن يقول لك لا. كل الدنيا هتقول لا. بقولهم بابا نجار، حضرتك عارفه ليه وعارفه عمل ايه كمان. الفلوس بتيجي وبتيجي بطرق كتيرة قوي. ممكن تيجي بالحلال وممكن بالحرام، وممكن في ناس ما تحسبهاش بالفلوس. عايز يبقى معاك فلوس اشتغل اجتهد هيبقى معاك فلوس. ايه رأيك في اللي سمعته؟ حاجة جديدة مش كده؟ انت تصورت لانك فقير ومحتاجش حاجة محدش هيرضى بيك، مش ده اللي انت فكرت فيه؟ بص يا احمد، بص على الفيلا دي كلها اللي حوالين البحر. شايف الأغنية دول كلهم؟ ما كانش حيلتهم، ما كانش معاهم، ابتدوا من الصفر. وأولهم بابا نجار، فؤاد بيه نصار الملياردير. ما عشان كده بيكرهوا الفقراء؟ لا، عشان كان لازم تثبت له إنك مجتهد مناضل محارب فايتر زي ما بيقولوا، مش تهرب من أول جولة. ده هرب من قبل المباراة ما تبتدي. مش انت اللي اتهزمت يا ابني، انا اللي اتهزمت. هزمتني بهروبك. صدقني. صدق باباك يا احمد. بابا بيحبك وخايف عليك. كلنا بنحبك يا احمد. انا وامك التعبانه بسببك، واخوك واختك. كلنا محتاجينك. اذا كان مشكلتك هي الفلوس، انا عندي الحل. انا عندي مشروع يا ريت حضرتك تشاركني فيه. لا أنا موافق لأي حاجة حضرتك تقوليها، بس أعرف إيه المشروع الأول؟ مدرسة. لا مش مدرسة، مؤسسة تعليمية كبيرة، مجمع مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي. أنا عندي الأرض وحابنيه بموافقة الوزارة وإدارة المباني، وحضرتك تديره. قلت إيه؟ الحقيقة ما يعني ما خطرش على بالي حاجة زي كده. لا لازم يخطر، وده وقته. حضرتك واجهة محترمة لمشروع تعليمي كويس. متشكرة يا فندم. لا مش متشكر. إذا كان أوكي ادرس المشروع وننفذه على طول. بس في حاجة لازم أقولها لحضرتك الأول. أنا ما عنديش فلوس ومملكش حاجة أشاركك بيها. حضرتك تملك حاجات كتيرة قوي. كل الأغنياء دول مش أغنياء زي حضرتك. باباك غني يا أحمد، وهيبقى غني واقوى بيك. ايه رايك تشترك معانا؟ اشترك بايه؟ ببنوتك. تبقى ابني يا بابا. انا ابن حضرتك وبفتخر بده كمان. خلاص اتاسف بقى لبابا على كل اللي عملته. انا اسف. اول ما نوصل تتاسف لامك. حاضر، بس هستنى الليله دي مع اصحابي واسافر بكره. هسلم بس على اصحابي وامشي. اوكي يا حبيبي، بابا موافق. سوري. اتفضل يا انكل. تسلم ايدك. اتفضل يا نيتا. شكرا. اتفضل يا ماما. ميرسي يا حبيبتي. تسمحي لي اطلب تليفون من جوه؟
اتفضل اتفضل. اصل الموبايل ضاع. ده حضرتك لسه جايبه يا انكل في 60 داهيه. المهم لقيت احمد. يلا نتصل بماما عشان نطمنها. يا هنا ردي على التليفون يا بنتي ليكون خالك. حاضر يا تن. يا بنتي ده ترانك، هو ما طلبش على المحمول ليه؟ يمكن لقاه مشغول ولا حاجه. وتشغلي التليفون ليه يا هنا؟ هو انا مش قايله لك خالك هيكلمك يا بنتي؟ الو. ايوه خير. لا الحمد لله احنا كويسين. مرات خالي هنا. يا تنت كلمي خالي عايزك. خالك. الو. ايوه يا عبدو. لقيت احمد. ايه اسمع مين؟ احمد ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا نور عيني؟ كده برضو يا احمد كده برضو تعمل فمك كده؟ انت مع بابا؟ جاي مع بابا؟ لا 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 انا مش حاضر استنى البكرة. لا النهاردة يا احمد. انت جيني النهاردة سامع؟ ربنك يا خالد ما لقيت. انا ما اقدرش استنى يا ابني. ما اقدرش يا احمد. انت الليلة تجيني. الليلة يا احمد عشان خاطري. مش هنام الا لما تجيلي يا ابني. خلاص يا احمد خلاص. طب يا حبيبي مع السلامة. مع السلامة يا نور عبد. مع السلامة. أدبك بالسلامة يا حبيبي. انا تعبت اكلمك على الموبايل مش بترد وتعبت من لف عليك بس قلت جايز الاقيك هنا ولقيتك. تصدقيش اي حاجة؟ مصدقش ايه؟ يعني ما تصدقيش اي حاجة. انت بتقول يا خالد؟ يعني كدب كله كدب. لو قالولك ان انا خالد اللي انت تعرفيه ليلهم كده. لو قالولك ان احنا بنحب بعض ليلهم كده. لو قالولك ان في حد ممكن يكون بيحب حد ليله كده. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش فاهم حاجة. يعني لما الام تكره ولادها يبقى مفيش حد بيحب حد. بس انا بحبك. تحبيني؟ ازاي؟ تحبيني زيها؟ قدها؟ اللي خلفتني وربتني هتحبيني قدها؟ لما الام بتكره ولادها مفيش حد بيحب حد. انت بتعمل كل ده علشان امك اتجوزت؟ انت عايزه ايه؟ دوري عليا ليه؟ ما تسأليش عليا وما تستنيش ارد عليك. انت فاهمه؟ خالد احنا متجوزين. كد. انت جايه عايزه ايه؟ جايه تساليني زي ما سالت ابويا عن الجواز العرفي؟ احنا ما بنحبش بعض. مفيش حد بيحب حد. لما الام تكره اولادها يبقى مفيش حد بيحب حد. كد. لا 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 ده هنا نار. لا لا ما ينفعش. القاهرة غير الساحل الشمالي خالص. ما تخليك قاعد بالفانيلا وبلاش الجاكيت. قاعد بالفانيلا في البلكونة ناس تتفرج عليا. ناس مين؟ وحد شايف حاجة؟ احنا مش لوحدينا في الشارع يا أمال. طب كل 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 من البطيخ الصحراوي اللي انت جايبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام.
حمار وحلاوه. زيك يا قمر من بعد ما عرفت ان احمد جاي. اه والله انا ما كنتش مصدق ان ربنا هداه وراجع. الحمد لله. الحقيقه مدام الفه دي بلسم، تحس كده زي ما تكون دكتوره امراض نفسيه. بعد الشر لو احمد ابني محتاج لدكتوره امراض نفسيه. كل لا لا انا ما اقصدش، قصدي يعني في اسلوبها حنينه كده، يعني خدت احمد بالهداوه واحده واحده لحد ما اقتنع. الحقيقه انا مش عارف اعمل لها ايه. لا امال واحنا في بيتها كانت شايلانا من على الارض شيل. حلوه بقى البطيخه بجد. وانت بقيت عندها ولا ايه؟ بقيت عند مين؟ عند اللي شايلاك من على الارض شيل، مدام ألف. ده كلام تقوليه يا امال؟ ما انا قبل ما اسافر قايلك ان انا هعدي على طه المحامي صاحبي ده. اصل يعني شايفاك عمال تعيد وتزيد، انا قلت انك بيت عندها. لا ما يصحش طبعا، بس ربنا صدر يا امال، فؤاد نصار داخل وانا خارج، يعني لو كان شافني جوه البيت منظري كان هيبقى بايخ قوي. حلو البطيخ يا امال. وبعد كده بقى كلمتني في مشروع نعمله سوا مع بعض. مشروع ايه؟ مدرسه؟ لا مجمع مدارس، هي بالفلوس وانا بالاداره. هتديك كام؟ النص. نص البطيخه. الله يجازيك يا امال. لا يعني نص صافي الربح، ايه رايك؟ رايي في ايه؟ الوليه ما صدقت انك تروح لها الساحل الشمالي عشان تشاركك، دي ما صدقت تقابلك ولا ايه؟ اوعى كده اوعى. البطيخ. سيب البطيخ، مفيش بطيخ، ده بيمشي البطن. ده انت عمرك ما اديت درس خصوصي، رايح تفتح مجمع للدروس الخصوصيه. انت ايه اللي مش عاجبك في المشروع؟ وانا ايه اللي مش هيعجبني؟ وانا مالي يا اخويا، ربنا يهني سعيد بسعيده. مين سعيد وسعيده دول؟ ده هي لكل انا سعيد. شيل لابس على الارض شيل. يا سلام الحمد لله على السلامه يا ست هنا. كنت فين؟ اتاخرت شويه صح؟ اتاخرت كتير قوي، كنت فين؟ معلش. معلش ده ايه؟ وخالك اللي قاعد جوه ده اقول له ايه؟ وخالك ايه؟ وسال عليكي. سال عليا؟ طب وقلت له ايه؟ قلت له انك نزلتي تشتري حاجات واديكي راجعه ايد ورا وايد قدام. اقول له ايه انا دلوقتي؟ تقولي فين الحاجات اللي اشتريتها؟ مين فيكم اللي بيكذب عليا؟ ايه يكذب دي؟ امال اللي عملتوه ده ايه؟ هي كذبت عليكي وانت كذبتي عليا عشان خاطرها، بتداري عليها يا امل؟ هداري عليها ليه يا عبده؟ هي عامله عامله ولا ايه؟ بدل ما تعيطي قولي لي كنت فين؟ ما تعديش كل يوم وتاني ترجعي متاخره وكل ما اسالك تقولي لي شغل الجرنان، مش لازمنا شغل الجرنان بالليل. يا تسمعي الكلام يا ترجعي البلد. اللي سمعته لو مش معقوله البنت دي تتنطط وانا الف حوالين نفسي، ولا ناقص مش كفايه اللي احنا فيه؟ طب سيبني انا بس يا عبده وانا هتفاهم معاها. اسيبك ده يا امال؟ الله هتفاهم معاها يا عبده، بجهز في حاجه تعباها ولا مضايقاها؟ قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا هنا. هنا. نعم يا مرتي. تعالي يا حبيبتي اقعدي. مالك يا هنا؟ في ايه؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ شكلك بيقول ان في حاجه مخبيها عننا. شكلنا؟ هو شكلي باين عليه حاجه؟ انت هتكلميني بصراحه ولا لا؟ صراحه ايه؟ هو انت مفكره ان في ايه اصلا؟ انا اللي عايزه اعرف في ايه؟ في حاجه مضايقاكي ولا تعباكي؟ لا مفيش حاجه. انا بس متضايقه شويه. ايوه متضايقه ليه بقى؟ متضايقه عشان احمد ساب البيت ومشي. عشان احمد ساب البيت ومشي. زعلان عشان احمد؟ وزعلها على احمد ماله؟ مال التاخير بره البيت. متضايقه شويه يا عبده، ما انت عارف بقى دماغها فيها ايه. عيله عيله تتضايق وسطينا هنا جوه البيت؟ معلش بقى يا عبده، قال يعني البنت عامله فيها صحفيه وناس تتلفف يمين وشمال. طب تصدق انها سحبت عليا؟ انا حاسس انها مخبيه عننا حاجه، يعني خروجها ده وتأخيرها لازم يكون وراه سبب. ده يا سودة لا يكون عيل ضحك عليها بكلمتين وبتخرج تقابله. ضحك عليها ده يا عبده؟ وهتقابله فين؟ اسأليها، ما حكاية زعلها على أحمد مش داخلة دماغي، ولازم تعرف إني مش مصدقها. يا هنا. يا هنا. نعم. مفيش تأخير بره البيت بعد كده،
وحكايه ان احمد صعبان عليكي دي ما تنفعش، لانه مش هيصعب عليكي اكتر ما يصعب عليا وعلى والدته. واديكي شفتي قلبت الدنيا لحد ما لقيته ورجعته البيت، وده راجل مش هيجيب العار لاهله، لكن انت بنت ولازم تتصرفي على انك بنت. انسي بقى حكايه الجورناندا. تحب انا اقول للاستاذ كمال ولا انت اللي تقولي له؟ لا 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 انا اللي هقول. هتقولي له ايه؟ هروح له لاخر مره واقول له بلاش الموضوع اللي بعمله. هتروحي له فين؟ الجورنان. ما هو ما ينفعش الموضوع يتساب كده، ولازم هو اللي يقفله. هقول له يقفله. لا 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 والنبي يا خال المره دي بس، حضرتك لو عاوز تكلمه في التليفون وتقول له انا جاي لك لاخر مره اعمل اللي تشوفه، بس اروح له لاخر مره. صدقني يا خيل الموضوع ده لازم هو اللي ينهيه. بالنهار. بالنهار ازاي؟ يعني تروحي بالنهار وترجعي بالنهار في نور ربنا. حاضر حاضر. نهار ازاي بس؟ دي مش باين لها ضي، بتبقى الضلمة كحل. حضرتك ما بتردش عليا ليه يا استاذ؟ يعني انت عايزه تقعدي معايا لوحدنا ازاي يعني؟ يعني هيبقى ازاي يا استاذ؟ انا عايزه اتكلم مع حضرتك في موضوع مهم قوي. يعني موضوع خاص مثلا؟ ايوه. طيب ما ينفعش نتكلم فيه هنا؟ لا. يا أستاذ من فضلك أبوسيك. ماشي يا بنتي، بس على الأقل يعني أعرف في إيه أو أستنير أبقى فاهم الحكاية. هو الموضوع مش بعيد قوي عن الموضوع اللي حضرتك كلفتني أعمله. الجواز العرفي؟ يلا. يا سمية. سمية. يا سمية هنا؟ لا مش هنا، انا عارف انها خرجت ورجع بالليل، بس انا عايز اطمن واطمنك انت كمان. تحب كمان انادي على خالد عشان تتأكدي انه مش هنا؟ على فكرة انا معرفش هو فين اساسا. يا ريت يكون هنا. خالد بالزيت. طيب تعالي اتفضلي اقعدي. تعالي. اتمنى ان يكون ده المكان اللي فيه خصوصيه عشان تقدري تتكلمي معايا في الموضوع اللي انت عايزاه. ما تتكلمي يا بنتي. هو الموضوع اللي انت عايزه تتكلمي فيه برضو موضوع الجواز العرفي السري؟ الجواز السري. ايوه انا فعلا قلت عليه انه جواز سري. المره دي عايزه حضرتك تجاوبني كأب. المره اللي فاتت جاوبتني ككاتب مش كده؟ ايوه. انت متجوزه في السر يا هلا؟ ردي عليا، انت متجوزه في السر؟ ده اللي انا توقعته من ساعه ما جيت وطلبت انك تعملي معايا موضوع عن الجواز العرفي. انت انا حبيت الندى اللي لسه نازله من السما وما اتلوثتش تخيبي ثقتي فيكي؟ كنت واقف ثقتي ما كانتش في محلها. ده انا عملتك زي بنتي تعملي معايا موضوع عن الجواز العرفي، الظروف والاسباب والملابسات وطرق العلاج. مش ممكن. بس حضرتك ما سالتنيش انا متجوزه مين. مش مهم متجوزه مين، مش دي المشكله. مين ايه؟ هو كل اللي متجوزه خالد. Thank you.
ممكن عشان ابن حضرتك، ابن مثلي الاعلى واستاذي، او يمكن عشان هو الوحيد اللي طلبني للجواز. يمكن عشان ايه تاني يا هلا؟ يمكن عشان حسسني اني بني ادمه، بنت زي اي بنت. مش مهم ان احنا اتجوزنا، المهم دلوقتي هو ليه بيتهرب مني يا رب، وبيقول على كل اللي حصل بينا انه كده، ومش عايز يرد عليا ولا يقابلني. يعني مش يتجوزك وبس، ده بيهرب كمان. امال يسمي اللي حصل ده ايه؟ كده لما اللي حصل يبقى كده، امال الصدق ايه؟ ايه المؤكد لما هو ايه؟ مش عارف. بس انا عارف. انا عارف خدعك، بس اخر حاجة كنت اتوقعها ان انتوا تتجوزوا في السجن. لا لا، حرام. وبيزيد من الحرام ده انه بينكر وبيهرب منه. تدخل. انا همشي، عربيه خالد بره. يعني ايه عربيه خالد بره؟ هتروح فين؟ اي حته. يعني ايه اي حته؟ ما هو اصل خالد هنا يعني. اسمع بقول لك ايه، انا مش متجوزاك عشان تقول انا ماشي اول ما تشوف ولادي. انت جوزي ولازم تعرف انت مين. اتفضل ادخل. مش كنت تقول انك جاي؟ أنا نسيت أخد الإذن، بس أنا قلت أعملها لحضرتك مفاجأة. يا سلام، أنا شايفة إن أنت وقتك غاويين مفاجآت. لا وإيه؟ بتستنوا إنه يكون معايا رياض، وأبص لقيكوا إن أنتوا مستنيني في الضلمة. بس أنا أفتكر برضو إن أنا وبابا دخلنا لقينا حضرتك مستنية في الضلمة، مش كده؟ فأنت بقى بتردها لي. لا إزاي؟ العفو، أنا جاي بس عشان أقدم لك هدية فرحك. هدية فرح؟ وسامحيني لو كانت جت متأخرة شوية. اتفضلي يا مدام. ايه ده اللي انت شايفاه؟ انا بكرهكم وبتحبي ده؟ عارفه ليه؟ لانك خديه في حضنك بدل من ولادك. في الوقت اللي احنا فيه محتاجين حضنك ده اولى من الغريب. بيتهيألي يا مدام نجوى دلوقتي انت مش محتاجة دول. ايه
مبروك يا مدام. مبروك يا عريس. انا بكرهكم، انتوا اللي بتكرهوني، هما اللي بيكرهوني، هما اللي بيكرهوني. يا رياض قولي قولي، في هم بتكره اولادها، هما اللي بيحرموني من حقي، هما اللي بيحرموا عليا شرع ربنا. ليه طب قعدت تعملي ايه؟ رياض انت بتعيط؟ انت بتعيط علشاني؟ قد كده انا صعبان عليك. الحمد لله على السلامة يا نجار. تحية كبيرة قوي للبرنسس اللي شرفتنا النهاردة. مش هتيجي ترقص معانا ولا ايه؟ عايزة نرقص معاكي؟ أنا عايزاك. ما بعرفش أرقص ولا بحب الرقص. أنا مش عايزاك ترقص، أنا عايزاك نخرج من هنا عشان عايزة أتكلم معاك. إيه يا أبو الكباتن؟ ما تيجي ترقص معانا شوية. تتحاسب كده شوية. ما تسحبي يا أنسة. ولا إيه؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ ما تقولش ولا. بقول لك اسكت خالص. صدق كنت هقع. يلا ايه يا جدعان؟ ايه خرصتوا ليه؟ لا محدش انا يخرص غير انا باوامر استاذ احمد، انما انتوا تخرصوا ليه؟ يلا سمعونا صوتكم. عايزه ايه؟ انت اتخضيت لما انا خدت السيجاره ورميتها. اسالي ليه؟ مش من حقي؟ بقولك ايه، ما تعمليش على ظبط مباحث. انت ايه الهجه اللي انت بتكلمني بيها دي؟ انت ايه اللي جرالك يا احمد؟ بقولك ايه، انت عارفه ان انا جرالي كتير قوي من زمان، وقلتلك ما نفعكيش. انت قولي اللي انت عايزه، انا ليا رايي الخاص، وبعدين انا مش مصدقه اي حاجه من اللي انت قلتها. انت مش كده يا احمد؟ احمد ميدو هنا، انا بدور عليك. ازيك يا خالد؟ ميدو انت مقطع انصاص ولا اربع ولا ايه؟ هات اكبر حته معاك. معاكوا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز ايه؟ اللي سمعتيه. بقول لك ايه، اخلص بس. هات خالد، روح دلوقتي وانا جاي لك. هتروح له فين؟ احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي حالا، انا عايزه اتكلم معاك. بعد كل اللي سمعتيه ده انا عايزه تتكلمي معايا؟ ما انا لازم اقعد اتكلم معاك يا احمد. كد كد، ما تصدقهاش. عيب يا خالد. وانت كمان ما تصدقهوش، لان الكابتن خلاص بقى ديلر. الشنطه دي فيها مخدرات، وانا جاي له عشان عايز منه حشيش. عرفتي بقى انه كده؟ انا مستنيك جوه يا كابتن. انا ما كدبتش عليكي، انا قلت لك من زمان ان انا اتغيرت وبعيد عن سكتي. مش هبعد يا احمد، وهتمشي معايا دلوقتي حالا. هروح فين؟ هعزمك في اي مكان نتعشى فيه. انا معايا فلوس كتير يا احمد. اكيد انت عارفه ان هي كتير. خلاص انا موافقه ان انت تعزمني، عايزه اتعشى في المحاور. انا اعزمك لو بألف جنيه، انا اشتريك المحار كله اصلا. خلاص انت اللي هتركب عربيتي وتسوق بيا. انا لسه ما جبتش عربيه، معايا موتوسيكل بس قريب قوي هجيب عربيه. خلاص انا مش عايز اركب عربيتي، عايز اركب معاك اتوبيس تاكسي اي حاجه، بس تبقى معاك يا احمد.
بس طبعا مش الموتوسيكل. هو ليه لا يا احمد؟ انا عايزاك تاخدني للتربية لفوق، خدني لابعد سحابة بيضة وخبيني فيها وما نزلش الارض تاني ابدا. يلا يا احمد. اهلا يا فندم. اهلا، ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. حضرتك هتقعدي نفس الترابيزة بتاعت الوالد؟ اه هقعد على ترابيزة بابي. اه اتفضلي يا حضرتك. ميرسي. الباشا هيشرفنا ان شاء الله. ليه، هو احنا مش كفاية؟ لا لا عفوا يا فندم، انا بس بنسأل عشان نعلن طوارئ في المحل. لا ما تعلنش طوارئ ولا حاجة، انا والاستاذ بس. حضرتك هتاخدي ايه؟ شوفي البيل الاول، انا هاكل زي المرة اللي فاتت. وحضرتك؟ زيها. الفاتورة هنبعتها للباشا إن شاء الله. الفاتورة تجيبها لي أنا هنا، سمعتني؟ سمعتك يا فندم، تحت أمر جنابك، بعد إذن عليك. في إيه يا أحمد؟ هي خناقة ولا إيه؟ هي دي بقى ترابيزة الباشا والدك؟ آه، كان بيجيبنا هنا وأنا صغيرة أنا وماما ناكل هنا على طول. وأنا بقى نفسي أجيب ولادي هنا، الترابيزة دي. والجرسون يتكلم معاهم باحترام. يقول لي بنتي تحب أبعت لك الشيك للباشا في الفيلا؟ والولد اللي قاعد مع بنتك وبيحبها يزعق للجرسون ويخوفها ويقول له هات له الفاتورة على هنا، مش كده؟ لو بنتي بتحبه وهو ما حلتوش هتجوزها له؟ اه. وانا موافقه، بس اهم حاجه يكون راجل زيك مش انا اكون مامتها. انا بحبك، بحبك قوي يا احمد. اهلا وسهلا معالي الباشا، اتفضلي. الحمد لله على السلامه معاليك، نورت المكان يا سعاده الباشا. ترابيزتي جاهزه يا عادل؟ طبعا سعادتك جاهزه، بس في الحقيقه إيه مشغوله يعني؟ ما هي المدمازيل مش غريبه عن معاليك، اتفضل سعادتك. ده ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ازيك يا نجار؟ هاي يا بابا، ازيك؟ ميدو يا بابا. بابا يا ميدو. اهلا يا ميدو. اهلا يا ابني. ميدو مين؟ ميدو صاحبي. احمد عبد الحميد دراز الشهير بميدو. اهلا يا ابني. اهلا وسهلا يا عم. اتفضلوا اقعدوا. انتوا عايزين تقعدوا لوحديكوا بقى. يلا شكرا، نمشي احنا. لا 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 لا، ده مكان حضرتك. ماله يا ابني، اقعد في مكاني ما تفرقش. لا لسه كتير قوي علشان اقعد مكان حضرتك. كويس قوي انك فاهم الحكايه دي. بعد اذن حضرتك يا بابا، انا وميدو هنقعد على ترابيزه تانية. ليه ليه؟ ما تقعدوا تتعشوا معانا. لو حضرتك توافق ان انا اعزمك واعزم شكري بيه على العشاء هنقعد. وعلى فكره انا عازم نجار. تقدر تعزمنا على العشاء انا وفؤاد باشا؟ هو بصراحه انا عارف ان فؤاد بيه مش هيرضى ان انا اعزمه على العشاء، لانه ما يصحش ان انا اعزمه دلوقتي ولا اقعد مكانه دلوقتي، لسه كتير قوي. انا اذنكم. انا مستني دعوتك على العشاء، وانا معجب جدا بطموحاتك دي. بعد اذنك يا بابا. نجار. نعم. قولي لصاحبك لما يجي مكان كلاسيك زي ده بلاش التيشيرت اللي هو لابسه. اقعد يا شكري، اقعد اقعد. اقعد يا ميدو. اقعدي بس، انت لسه ليكي نفس تاكلي؟ وما اقعدش واكل ليه؟ احنا لسه موجودين. على فكره يا ميدو، انا سعيده بيك قوي ومبسوطه من التحدي اللي انت عملته، بس خد بالك ده وعد منك ان انت هتجتهد وتبقى حاجه تانية علشان تقعد مكان بابا، تبقى ملياردير كبير قوي. ساعتها هنبقى معاك ووراك، لان وراء كل رجل عظيم امراه زي كده. ابعدوا عني شويه، هوني كده. سعادتك تطلب ايه يا باشا؟ هتاكل ايه؟ انت رايق قوي يعني وليك نفس تاكل؟ يا حبيبي الشاطر هو اللي ياكل في الاخر. هتاكل ايه؟ فاكر انسيال ده؟ فاكر الشبكه اللي رجعتها لك مرتين. تحب تقوم تلبسها لي قدام بابا دلوقتي عشان يبقى امر واقع؟ يلا. احب اقوم المكان ده. لا انا ما احبكش تنسحب من اول جوله يا احمد. مش قادر، مش قادر يا شكري، مش قادر، لازم امشي من هنا حالا. ما تستسلمش من اول جوله، لسه الجوله الاخيره القاضيه. احنا اسفين قوي يا فندم، لكن ترابيزه الباشا دي حقه. لا عادي، كل واحد اولى بحقه. تحت امرك يا فندم. اي خدمه تاني؟ فين بقيه الاكل؟ احنا ناكل سلطات بس. جاي حالا يا فندم، بعد اذن حضرتك. اوعدني يا ميدو ان انت هتبعد عن اي حاجه وحشه وترجع لي ميدو تاني اللي انا حبيته. وعديني ان انت عمرك ما هتسيبيني. وحياتك عندي عمري ما هسيبك. ما انا طلبت منك ان احنا نتجوز عرفي وانت اللي قلت لا. لا انا بكره لازم اخلص من الحوارات اللي انا فيها دي. وهنرجع الجامعه تاني؟ اه. خلاص كده انا هاكلك بنفس. ايه
سد نفسي إلهي سد نفسه. شكرا يا اسطى يا وش الخير يا قمر. الف مبروك يا حضره الزار. الله يبارك فيك يا اسطى. نقول مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا عم مجاهد يا قمر. يعني بقالنا ظهر في الجسم. الف مبروك. الله يبارك فيك. هطلع اطمنهم بقى. اتفضل يا بيه اتفضل. هاتي البشاويه بصحيح. والله تستاهل كل خير يا استاذ عبد الحميد. تمام يا اعظم بابا في الدنيا. نجحت مظبوط. طالب شرطه محمد عبد الحميد دراز يا فندم. تعالى في حضني يا ابني. الف حمد والف شكر ليك يا رب. الف حمد والف شكر ليك يا رب. يا ما انت كريم يا رب. تعالى يا واد تعالى في حضن امك يا واد. لا ما تسيبش حضن امك يا واد. انت واد ودي يا ماما كانت زمان بقى. خلاص انسيها بقى. احنا كبرنا وبقينا ضباط شرطه. دلوقتي ضابط شرطه محمد عبد الحميد دراز. طب يا حضره الضابط محمد عبد الحميد دراز خش سلم على احمد اخوك. احمد جه؟ ايوه خش له يا واد. رايح فين يا عبد؟ اعمل مكالمه مهمه. هتكلم مين دلوقتي؟ هتعرفني. تكونش هتكلم البلد عشان تفرحهم. البلد المكالمة التانية. المكالمة الأولى لصاحب الفضل إن محمد ينجح ويدخل الكلية ويبقى ظابط. يبقى الأستاذ كمال أبو العزم عشان تشكره صح؟ وهعزمه كمان. تعزمه فين؟ هنا على بط وحمام محشي وفطير مشلتت وقشطة. إيه ما حدش بيرد ليه؟ معقولة ما فيش حد في المكتب؟ ألو ألو لو سمحت ممكن أكلم الأستاذ كمال؟ قول له عبد الحميد دراز. أهلا أهلا يا أستاذ سيد. أهلا بيك. ممكن اكلم الاستاذ؟ ما جاش النهارده؟ ايه خير في حاجه يعني؟ طبعا الحمد لله. استاذ سيد لو ممكن لو سمحت يعني نمره تانية الاقي فيها الاستاذ. انا عندي نمره البيت لو سمحت. لو ممكن الموبايل. موبايل؟ موبايل ايه يا عبده؟ احنا ما عندناش موبايل. استني يا امل. ايوه استاذ. يا عبده انت ضيعت الموبايل في اسكندريه. انت نسيت؟ عارف. استني يا امل. ايوه أيوة. يا عبدو ما عندناش موبايل. عارف يا أمال. عارف إن ضيعته في اسكندرية. أسف أسف يا أستاذ سيد. أنا معاك. أيوة قولي النمرة. لا أيوة. أيوة ما عندناش موبايل. أيوة أشكرك أشكرك يا أستاذ سيد. الله يخليك. مع السلامة. إيه يا أمال؟ ما خلق الله لرجل من قلبين في جوفه. يسمعك يسمعه. أنا بس بنبهك. أنا متنبه ولازم أكلمه في الموبايل عشان أضمن ألاقيه. بدل ما تعملي كده اسأليني. اسأليني ازاي هكلمه؟ ازاي؟ يا هنا؟ يا هنا؟ مش أنا عندها تليفون؟ ايوه مظبوط. نعم يا خير. ممكن تسلفينا المحمول بتاعك نص دقيقة واوعي تقولي مفيش رصيد. لا فيه كل حاجة، بس أعرف الأول عايزين تكلموا مين؟ هكلم الأستاذ كمال أبو العزم. حبيبي ومثلك الأعلى. وما دام هكلمه طبعا مش معقوله هتقولي لي مفيش رصيد. هو حضرتك عايز تكلمه ليه؟ ايه مالك مش متحمسه ليه؟ لا اصلها مفاجاه. المفاجاه الاكبر اني هعزمه هنا. تعزمه هنا ومش لوحده، هو وابنه وبنته.